do you think about biomic and what kind of experience you have got from this course? والله كانت خبرة جميلة، يعني تشوف المستقبل بين يدك، يعني تشوف شيء كان حلو بالفيديوهات وكان سهل التطبيق. نتيجة كان شفت اني مش مستعمل مثلا السيراميك. السيراميك انا مش محتاج ان نعمل، يعني قادر الوقت اللي روحته هنا والريجيم اللي تحس فيها هنا مستحيل لا تاخذ وقت كبير، والوقت هو المال هو العمر. يعني اولي ماي نيم از اي ام بروتك دنتال منتج اي دي اعطاني الثقه امام الطبيب وايضا اعطى الثقه امام المريض. لا يوجد بديل في السوق الان بدون الاي دي. الاي دي برودكت لقيتها من احسن الماركات، جربت كثير من الماركات لقيت حاجات جديده، حاجات احسن تسهل لي الخدمه واعطتني نتائج احسن، خصوصا في الشفافيه، خصوصا الشفافيه زيركون فول زيركون ولا زيركون ولا الستاين، واحد من احسن البرودكت اللي عملت به في المانيا. استخدمت البيومك كان محتاجين لكورس عشان نفهم خاصين ناحية التقنية كيف نستعمل جميع بوكس اليوم مع أستاذ شمس الدين أعطانا فوائد كثيرة بيومك، استخلصنا أنه نقدر نعوض السيراميك بالبلاك، يمكن البيومك أنه يعوض بالبلاك، يمد نتيجة ناحية أستيتيك جميلة ناتور. شكرا.